السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم خبز شعير كيجي رائع وكيجي لذيذ بالزيتون الاسود. صحي، توجدوا هكا يا الفطور. تبعوا معايا هنايا المقادير. عندي هنا 500 غرام ديال الشعير، تكون الحبه ديالته متوسطه. عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، 60 غرام ديال الزيتون الاسود. عندي هنا جوج معلقات كبار خميره الفوريه، معلقة كبيرة ديال اليانسون، معلقة كبيرة من القروية. عندينا جوج معلقة كبار من زيت الزيتون، معلقة صغيرة من الملح. وعندي هنايا الماء دافي باش غادي نعجنو هاد الخبيزات هادو. غتبعو معايا الطريقة، راه غادي نرقدوه شوية هكايا في الماء حتى كيشرب. المهم تبعو معايا الطريقة وغادي تعجبكم، وإلى اللقاء إلى وصفة أخرى إن شاء الله. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا كل. مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. وحقي ورد الخدود والعود والتفاح، وببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح يا هرنا فل. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق، مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق. والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق، يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح.